لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من بدأ بالسلام. حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام. فيه المبادئة والمبادرة بالسلام، وأن هذه فضيلة، فضيلة عبد الله بن عمر، وذلك أن الذي يبدأ بالسلام أولى الناس بالله، كما ورد في الحديث: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وابن عمر رغم يعني منزلته في الأمة ومكانته، ومع ذلك كان هو الذي يبادر إلى السلام، وليس أن ينتظر، ليس ينتظر الناس أن يبدأوه بالسلام. وأيضا أبو بكر كان كذلك رضي الله عنه، حيث كان، حيث قال لأحد الصحابة: عندما كان أبو بكر يبادر الناس بالسلام قبل أن يأتوا، فقال: ما لي أراك يسبقك الناس إلى الخير، أو نحو ذلك. فكان أبو بكر يبادرهم قبل أن يقدموا، يعني في مسافة يسمعون فيها السلام يبادر بالبدء بالسلام. حدثنا محمد بن سلام أو بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. يسلم الراكب على الماشي، وذلك أن الراكب في يعني هيئة أكثر سرعة وأكثر راحة وأقل انشغالا، وكأنه لأنه أعلى قدرا، أعلى مكانا يعني، فيبدأ الذي دونه. والماشي على القائد لأنه هو الذي يمر عليه، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. حديث صحيح موقوفا على جابر، وله شاهد من أحاديث أخرى: يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. الله أعلم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عتيق النافع أن ابن عمر أخبره أن الأغر، وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة، مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو ابن عوف، اختلف إليه مرارا، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر بن الصديق، أرسله معه إلى هذا الرجل من بني عمرو بن عوف ليكلمه في سداد الدين. قال: فكل من لقينا سلموا علينا. فقال أبو بكر: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر؟ ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه، يعني ابن عمر عن نفسه يعني
لأجل أن يبين لماذا كان يفعل ذلك ويبادر بالسلام، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يأمر من يصحبه بأن يكون مبادرا بالسلام. ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر يعني الأكمل، وإلا فالذي يرد له أجر أيضا، ولكن لأن المبتدئ كان سببا في ذلك كان له الأجر على الفعل والأجر على ما كان سببا فيه على السنة الحسنة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المؤمنون بشر ويحصل لهم ما يحصل من البشر، فخصومات على أمر من الدنيا لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز في الهجران ثلاثة الأيام، وأمر بأن يعني يقطع الهجرة، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الحال بأنهما يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لكل منهما شأن لما بينه وبين الآخر من الخصومة. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لذلك قلنا أنه إذا لم يسلم أحد منهما على الآخر أثما، وهذا يدل على أن فرض السلام فرض كفاية، أن السلام فرض كفاية في الابتداء، والمشهور أنه سنة، ولكن هنا إذا لم يسلم أحدهما على الآخر فقد أثما، لأن كل منهما هجر الآخر فوق الثلاث. والله أعلم. قال ابن بطال على المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم، لأن في الحديث: ويسلم القليل على الكثير. يعني لو واحد واثنين يبقى اللي الواحد هو اللي يبدأ بالسلام. وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. في قصة أبي بكر مع الأغر فيه إصلاح ذات البين ورجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فض منازعاتهم وتصفية معاملتهم وشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الخصومة ونبذ الفرقة بين الصحابة إذا طرأ شيء من ذلك، وأن الصحابة كانوا يحرصون على إفشاء السلام فيما بينهم. هل تشيخ فوق ثلاث؟ فوق ثلاث إباحة لأجل مراعاة طبيعة النفس الإنسانية، وأنه يعني قد يحتاج إلى فترة ليهدأ، ولكن بعد ذلك دخلت في المقاطعة المنهية عنها. فالإنسان بعض الناس يكون عنده من الغضب وسوء الخلق والشدة، فإذا ترك ليهدأ ثلاثة أيام فإنه يبارك فإذا يعني أذن في الثلاثة أيام حتى تهدأ، فإذا التقيا وسلم أحدهم على الآخر بارك الله في صحبتهما لبعضهما ويردهما إلى ما كان عليه من الخير. إظهار المحبة للمسلمين أمر مشروع، وذلك بإفشاء السلام فيما بينهم، لا يأتي أمرا يؤذيهم ولا يسبب لهم ذلك. إذا وقع الهجر في بعض الأحيان يتسارع بالسلام ويحطم أصنام التقاطع،
حطم أسباب التقاطع. باب فضل السلام. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن يعقوب بن زيد التيمي عن سعيد المقبري أن رجل عن أبي هريرة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم فقال 10 حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال 20 حسنة. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 30 حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. يعني استلام عند الانصراف مثل استلام عند القدوم. هذا فيه فضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عمر قال كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول السلام عليكم، فيقولون السلام عليكم ورحمة الله، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون السلام عليكم. فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة رضي الله عنه بشدة حرصه على الخير. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. تأمين يعني في الصلاة بعد قراءة الفاتحة أن يقول آمين. عبادات عظيمة ثوابها كبير وخفيفة في الفعل، وهو يعني ينشر الخير في الأمة يثاب ثوابا عظيما. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.